من اول يوم عرفت ان النتايه ريري حامل كانت عرفت متاخر شويه لما ابتدى يبان عليها زي ما بيقولوا كده مظاهر الانوثه. انا كنت سبتهم لوحدهم ورحت العين السخنه فاكتشفت بقى انهم اتجوزوا بدون ما انا اعلم يعني. بس من ساعه ما عرفت انها حامل طبعا اهتمام بالتغذيه والمكملات الغذائيه يعني كنت بجيب لها حاجات للكالسيوم اجيب لها حاجات للفيتامين بي وزائد بقى التغذيه كانت مكثفه شويه بالنسبه لها ما بقتش مره واحدة في اليوم بقت حوالي مرتين او ثلاثة اقل حاجة علشان هي بطنها ابتدت تكبر وابتدت المعدة مساحتها تصغر فبتاكل كتير بس كميات معقول. والحقيقة بقى العناصر اللي كنت بهتم ان انا اديها للكلبة هتستغربوا انا كنت بهتم بالخضروات وتنوعها اكتر من البروتين يعني كنت بجيب كل يوم لازم حاجة شاكوسة جزر بطاطس بطاطا كنت اجيب قلقاس اجيب قرع عسل كل الكلام ده كل يوم لازم يبقى فيه طعم عشان الكلب يقبل على الاكل بتاعه. وحتة بقى اللحوم البروتين دي بقى كانت بتتراوح ما بين هياكل او فراخ كاملة او مفروم او كبدة وبعملها نص ني ونص مستوي مع الخضروات طبعا. وكنت بدخل عناصر زي التفاح وعصير البرتقال واي فاكهة تقدر تضربها خلاط وتضيفها على الاكل مش هيفرق وهياكل. وبالنسبة لتجهيزات بيت الولادة للنتاية لازم تتجهز قبلها اسبوع على تاخد عليه وتعرف ان هنا هتولد عشان ما تحرمش وتروح تولد في حته تانية على البلاط مثلا. لا لازم يكون في نشاره نص نعمه في متر في متر اقل حاجه وبعدين تكون في ماسوره تخينه شويه بارتفاع 10 سنتي عن الارضيه. دي بقى فايدتها حوالين جدران الحته اللي هتولد فيها انها ما تفعصش الجار ساعه لما تيجي تركب على الحيطه وما تبقاش واخده بالها. فدي نصيحه يعني اخواني انها لازم تكون موجوده. موضوع بقى اعتناء بالجراوي ده يعني بيبتدي من بدري قوي اللي هو الاعتناء بالام وحاجه مهمه جدا ما فيش اي حد ياخد باله منها. لازم تعمل اختبار لللبن في صدرها قبل الولاده بيوم او اتنين. لو لقيت حاجه نازله صفرة من صدر اربط الصدر ده ببلاستر لان ده بيعتبر صديد في اللبن. لكن لو بكريه مش مشكله يعني ما بيحصلش الكلام ده في البكريه انما انا بقول في تجارب السابقه قبل كده لازم تعمل اعتناء بالصدر يتنظف كويس جدا بشامبو جونسون بتاع اطفال ويتشطف كويس جدا. يبقى كده جاهزين ان الجراوي اول ما تنزل هي بتفتح الكيس من نفسها مالكش دعوه وهم على طول بيروحوا يرضعوا لمده 15 يوم انت ما بتتدخلش في موضوع الجراوي مالكش دعوه بيهم هي بتنظفهم وهي بتاكلهم وهي كل حاجه. انما لو لقيت بس جرو كده شرد عن المجموعه بتبتدي تحطه لها لو هي سمحت يعني. بعد كده بدايه من اليوم ال 16 او ال 17 يعني انا عندي دلوقتي اهي مثال اهو لخلفه ذهب وريري في بنوته حمراء ابتديت التغذيه مع الام من عمر حوالي 17 18 يوم العمر اللي هم بيفتحوا فيه. اول ما يفتحوا تبتدي تطعمهم الاكل ممكن ياكلوا مثلا بواقي الصينيه بتاعت امهم هقوم بقى لوحدهم هتلاقيهم راحوا جاريوا قعدوا يحاسبهم. وبعد كده تبتدي تاكل بقى بطريقه منتظمه من 20 يوم بتعمل زبادي مش لبن زبادي وعيش فينو وبيض ده الصبحيه. بعد الظهر بتبتدي صدور الفراخ تتضرب في الخلاط مع نوع من انواع الخضار ويبتدوا يلحسوها مع الرز تاكلهم مكرونه لما يتقدموا شويه يبقوا مثلا شهر. وجبه الفول المدمس مع البيض مع العيش مهمة جدا هياكلوها وهيحبوها. ولازم ياكلوا مكرونة رز عيش الخضروات بقى اللي ممكن هم ياكلوها اللي اهاليهم ما ياكلوهاش يعني. انا عندي كان في الجراوي كان في بياكلوا برتقان كده يعني ياكلوه زينا كده زي ما انت تعوده هياكل. انما لو اعتمدت ان يعني ترمي له اي حاجة كده وخلاص لا لازم ياكل حاجات مغذية. عملية النظافة ممنوع الحمى طبعا في السن الصغير بتجيب حاجة اسمها كده دراي شاور بودرة من بتوع محل الحيوانات الأليفة بتبدر وبعدين تسرح بفرشة ناعمة عكس اتجاه الشعر تلاقي الكلب معاك زي الفل ما فيهوش حاجة. لما يكبر بقى يبقى عمره شهرين يقدر يستحمى جوه في حمام مقفول بمية سخنة وعلى طول تنشف بفوطة وفوطة تانية عشان يعني احتمال تنشيف الكلب. وبعد كده البودرة الجميلة سواء لونها أو تجيبها من محل الحيوانات الأليفة يديك منظر جميل وريحة جميلة وتبقى أنت مبسوط. والحقيقة النتاية عندي كانت شرسة جدا
مع ان انا جايبها صغيرة 3 شهور، بس ما كانتش بتسمح لي اقرب من الجراوي بتاعتها سواء في عملية الولادة او فتح الكيس، وده كلفني جرو راح مني لانها فتحت الكيس وبس الجرو ما بتنفسش. كان مفروض انا اسحبه وابتدي اعمل له تنفس صناعي وضغط على الصدر، بس للاسف شراستها ما سمحتش، وخبرتي برضو ما كانتش جامده. ده فيما بعد عرفته يعني. كنت بقى لما بحب انظف مكانها او اشيل النشاره واحط جديد، كنت بستعمل عصايه كده زي بتاعه بتوع اللي بيصطادوا بيها الكلاب، جواها حب في اخره حاجه كده زي الانشوطه، من بعيد بدخلها في رقبتها واشد الحب، تبقى هي ما تقدرش تعضني، واشدها لغايه لما حد تاني يبتدي ينظف. بعد كده مرة واتنين هي عرفت ان محدش هيأذي الجراوي بتاعتها، كانت بتسمح لنا ان احنا نعتني بيها معاها. نصيحة بقى للهاوي اللي زينا كده يعني، حب كلبك، هو بيحس اذا كنت بتحبه ولا لا، قسما بالله بيحس انت بتحبه ولا لا، ما تصدروش طاقة سلبية، دايما يحس ان هو مرحب بيه ومش طول النهار عمال تنهار فيه على حاجات جايز ما تستاهلش. هو بيتعود على طبعك حبة حبة، ما تعلموش كل حاجة في نفس الوقت، لا سيبه هو يتربى معاك ودايما تشجعه وما تفقدوش الثقة في نفسه. الحقيقة بالنسبة بقى للتجار يعني مش قادر اقول لهم حاجة، مش قادر اقول لهم حاجة، انا كلامي كله للناس اللي هي الهواة اللي زينا كده. وانا شايف في خلال 10 سنين، ودي على فكرة مدة مش كبيرة، الارمنت هيقفز لقدام، وممكن ربنا يسهلها ويكون تسجل المحاولات المستمرة من الناس الجادة، هيكون ليه شأن تاني، واللي احنا بنقول عليه دلوقتي باتنين وتلاتة ده غالي، لا هيبقى فيه أسعار تانية خالص. وأتمنى إن كل اللي يمسك كلب أرمان يكون دافع فيه فلوس معقولة عشان يعرف يعتني، ما يرمهوش في الشارع. Yeah.